السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. في هذه الحلقة سنتناول موضوع جديد مع الدكتور محمد سالم البابا، أخصائي في الجراحة العامة وجراحة بالمنظار. أهلا وسهلا بكم معنا دكتور. ما هي الجراحة العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر إن شاء الله. أعزائي الصائمين والصائمات، أود في هذه الحلقة أن أبين لكم بعض الأمور التي تتعلق بالصيام، خصوصا الأمور المتعلقة منها بالجراحة، لا سيما الجراحة العامة. الجراحة كما تعلمون هي عبارة عن عمل طبي غازي للجسم، يقوم الإنسان بغزو الجسم، يعني بشقه وإخراج ما عضو معين أو استئصال جزء معين إلى غير ذلك. هذا هو التعريف. إذن هو علاج الإنسان حكما بالأيدي. إذن هذه هي الجراحة. نتكلم لكم عن الجراحة، خاصة الجراحة العامة والجراحة بالمنظار اللي هي تخصصي، اللي هي إن شاء الله تعالى لهنا نقول لكم الأمور اللي منها يتعلق بالصيام واللي منها ما يتعلق به. بشكل عام الحمد لله ولله الحمد، الأمراض التي تمنع الصيام في الجراحة هي أمراض قليلة لله الحمد، لأنها عادة ليست أمراض مزمنة. فمعظم الحالات التي تمنع الصيام هي الأمراض المزمنة، كالسكري غير المنضبط، القصور الكلوي إلى غير ذلك. وهذه أمور طبعا ليست جراحية كما تعلمون، بالإضافة إلى أمراض أخرى. أما في الجراحة فهناك بعض الأمراض التي يضاعف الصيام من أعراضها أو من مشاكلها. نذكر منها على سبيل المثال الحصيات الصفراوية الموجودة في المرارة أو في الحويصل الصفراوي، المرارة كي يقول البيضاء. هذه الحصيات عادة عندما يتعرض الإنسان للصوم فإن التركيز المادة الصفراء داخل هذا الحويصل الصفراوي قد يثير ألما، إذن قد يثير أزمات من المرارة، خصوصا عند النساء اللواتي لديهن حصيات مرارية غير مشخصة مسبقا، أو الرجال كذلك. إذن ربما ليست مانعة للصوم، ولكن الصوم قد يؤدي إلى تضاعف هذه الحالة. طبعا المريض الذي أجريت له عملية جراحية حديثة طبعا لا يمكنه أن يصوم، لأنه يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى مسكنات ألم، يحتاج إلى مضادات حيوية. لكن هذه الفترة أيضا ينبغي أن تكون محدودة، ليست مفتوحة بشكل كبير. عندما نجري عملية استئصال المرارة مثلا أو استئصال الزائدة الدودية أو عملية مثلا بسيطة من العمليات، عادة الصوم ممكن أن يبدأ بعد 10 أيام تقريبا، أسبوع تقريبا، بعد ما ينتهي الألم وترجع الأمور إلى حالتها الطبيعية. إذن كما قلنا الأمراض الجراحية التي تمنع أيضا الصوم هي الأمراض التي تتطلب مثلا علاج دوائي مستمر، مثلا بشكل كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات أو كل 4 ساعات تقريبا. إذن هذا الدواء عندما ينقطع يؤثر على صحة المريض، وهي في الحالات التي عادة يكون فيها على سبيل المثال الأورام بشكل عام، الأورام اللي قد في المرحلة الأولية نعطي أدوية مستمرة كل 4 ساعات كل 6 ساعات. إذن هذه الحالة أيضا ينصح الأورام الخبيثة معظمها، والأورام الحميدة عادة تستأصل بشكل عام، لكن الأورام الخبيثة منها ما يتطلب دواء في البداية في مرحلة معينة، في المرحلة الثانية تبدأ الجراحة، ومنها ما يتطلب علاجا كيميائيا بمواد عادية، مواد مثلا دوائية دائما تستعمل. هذه أيضا مانعة للصيام. وبالتالي كما رأينا ليس هناك كثير من الأمراض الجراحية التي تمنع الصيام، غير المريض الذي يخضع لعملية جراحية، غير المريض الذي يأتيه الألم عندما نوبات ألمية لديه حصيات مرارية وتأتي أزمات عندما يقوم بالصوم، المريض الذي يأخذ أدوية على عدد ساعات في اليوم تمنعه من الصيام. إذن هذه هي الأمور الأساسية. أما غير ذلك فإن المريض يمكنه أن يصوم بدون أي إن شاء الله مشاكل. بالنسبة للجراحة بالمنظار، الجراحة بالمنظار هي عبارة عن جراحة أقل غزو، مثلا أقل هتكا في جسم الإنسان.
فالجراحة الكلاسيكية هي عبارة عن شق يكون كبيرا، هذا الشق له تأثيراته، تأثيراته الحالية وتأثيراته على المدى أيضا المتوسط والمدى البعيد. من بينها على سبيل المثال الجرح تكون الآلام أشد في الجراحة الكلاسيكية، وأيضا ربما يتعرض للفتوق بعد العمل الجراحي. أما جراحة المنظار باختصار فهي عبارة عن جراحة نقوم بإجراء ثقوب صغيرة تدخل من خلالها كاميرا تعكس لك ما بداخل البطن، وبالتالي تقوم بعملية جراحية بدون أن تقوم بشق كبير، عادة يكون غرزة واحدة أو غرزتين تقريبا. وبالتالي هنا نستفيد عدة مسائل، أولا يكون الألم أقل، يكون الألم أقل. ثانيا المريض يقف يرجع الحركة الطبيعية بشكل أسرع من الجراحة الكلاسيكية، وبالتالي هذا تنتج عنه أيضا أمور أخرى، تنتج عنه نقص في استعمال مسكنات الألم في الجسم، نقص مضادات الالتهاب، مضادات الألم أثناء الاستشفاء، وبالتالي فإن المريض يعود بسرعة إلى العمل وإلى عمله الطبيعي. لذلك فإنه نستفيد منها عدة أمور، نستفيد منها من ناحية المريض، يستفيد من ناحية نقص الألم، عدم تعرضه للفتوق، عدم تعرضه لاختلاطات معينة، كذلك يرجع إلى العمل بشكل سريع، وبالتالي فإننا نربح ساعات عمل أيضا بالنسبة للمريض في حالة الجراحة بالمنظار. يشيع عند الناس أنه جراحة بالليزر وغير ذلك أنها هي جراحة المنظار، لا، الليزر أمور أخرى لا تقوم بها، ليست هناك جراحة بالليزر في البطن أبدا، فرق كبير جدا جدا. الليزر هي عبارة عن أشعة تسلط تستعمل في بعض العمليات لا سيما في عمليات العيون أساسا، وهي عبارة عن أشعة، أشعة الليزر المعروفة توجه إلى نقطة مرضية أو خلايا مرضية لتدميرها وعلاجها. بينما جراحة التنظير أو جراحة بالمنظار أو سيليسكوبي هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن عملية جراحية فعلا، لكن بواسطة كاميرا، بواسطة ثقوب صغيرة جدا ليست مؤلمة، ويتضع المريض عادة في أريحية بحيث أن وضع الكاميرا داخل البطن يسمح له بالتحرك يمين وشمالا، كما هو الحال بالنسبة لكاميراتكم، هذه تسمح لكم بأن تحرك يمين وشمالا. نفس الشيء بجراحة المنظار، يمكن أن تدخل الكاميرا وبالتالي فإنك يمكن أن تعمل دورة داخل البطن تسمح لك بتشخيص المرض الذي قمت بتشخيصه في البداية قبل المنظار، وأيضا تسمح لك باستئصال ذلك المرض. إذن هي لها دور، ربما يكون دور مزدوج، دور تشخيصي أو تأكيد تشخيص في البداية، ومن ثم دور علاجي. على سبيل المثال لدينا مريض يشكو من آلام بطنية، أجرينا بعض الفحوص ولم نتأكد، ولكننا ظننا أنه هناك التهاب زائد الدودية، وهذا شيء شائع. عندما ندخل الكاميرا إلى داخل البطن فإننا ننظر إلى الزائدة الدودية، هل هي مريضة؟ فإذا كانت مريضة فإننا سوف نرى أنها مريضة، إذا لم تكن مريضة فإننا نبحث داخل البطن عن سبب الألم، نرى المرارة هل هي ملتهبة، نرى الكبد هل هو فيه مشكلة، نرى الأمعاء إلى غير ذلك، نرى الكلى إلى غير ذلك. إذن هناك دورة داخل البطن تسمح لك بتشخيص أولا ثم العلاج في مرحلة ثانية. إذن هذا هو أيضا من فوائد الجراحة بالمنظار، بينما الشق الذي تقوم به في الجراحة الكلاسيكية لا يسمح لك أن ترى إلا ما هو مقابل له من البطن مباشرة. هل لابد من التخدير المنظار؟ بالنسبة للمنظار لابد من التخدير العام، ليس التخدير جزئيا، تحت التخدير العام دائما، لأنه هناك عملية نفخ في البطن بواسطة ثاني أكسيد الكربون حتى تخلق فضاء لحركة الأدوات التي ستستخدم في البطن لكي لا تؤذي أيضا محتويات البطن. إذن هي دائما تحت التخدير العام، بينما الجراحة الكلاسيكية ما هو تحت السرة يمكن أن يجري بالتخدير الجزئي، وما هو فوق ذلك يمكن أن يجري بالتخدير العام أو بما يسمى بتخدير جزئي أيضا في بعض الأعضاء. هل رأيكم من الأمراض لا بد لها من الجراحة الكلاسيكية؟
جيد، سؤال جيد، سؤال جيد. هذا يدخل في إطار ما يسمى بالاستطباب. هناك استطبابات للعمليات الجراحية بالمنظار، وهناك استطبابات للعمليات الجراحية الكلاسيكية. ولكن حتى الآن في العالم معظم يعني حوالي 70-80% من العمليات الجراحية في البطن تجرى بواسطة المنظار، تبقى حدود 25%-30% جراحة كلاسيكية. هذا هو مثلا على سبيل المثال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار، المرارة بالمنظار، الزائدة الدودية المفتحة بالمنظار، الأمعاء، استئصال الأورام في الكولون في الأمعاء الغليظة بالأمعاء بالمنظار، انثقاب قرحة معدية بالمنظار. كثير من الحالات التي نراها يمكن إجراء المنظار، لكن هناك حالات أخرى لا بد لها من الإجراء الكلاسيكية، مثلا استئصال ما يسمى بعملية استئصال البنكرياس مع الاثنى عشر على سبيل المثال. في هذه عملية تحتاج الجراحة الكلاسيكية، تحتاج الفتح لأنها عملية ضخمة وتحتاج قدر من تحتاج كثير من توسيع الجرح. أولا لأن القطعة الجراحية التي ستخرجها هي قطعة كبيرة لا بد لها من شق كبير حتى تخرج منه. ثانيا هي عملية تتطلب مباشرة، أن تراها بالعين مباشرة بدون الكاميرا. إذن على سبيل المثال هذه مثال الجراحة. إذن باختصار هناك استطبابات من الجراحة بالمنظار وهي الأغلب وهي الأجدر إذا أمكن ذلك، وهناك استطباب للجراحة التقليدية. ولكن هناك فكرة أيضا أساسية وأمر يجب دائما أن ممكن أن ننتقل من الجراحة بالمنظار إلى الجراحة التقليدية عندما نشك في شيء ما معين. مثلا بدأنا العملية الجراحية بالمنظار ولكن في مرحلة معينة لم نتمكن من إجراء العملية بشكل واضح، في هذه الحالة ينبغي مباشرة أن نرجع إلى الجراحة الكلاسيكية ونقوم بالفتح. لذلك لا ينبغي الآن أن نجري التخصص في الجراحة بالتنظير على حالها، لأنك حتى تكون جراحة بالمنظار عليك أن تكون قبل ذلك جراحة كلاسيكية، لأنك قد تكون بحاجة لها في وقت اضطراري، ليس لديك ليس معك جراح مثلا على سبيل المثال، وبالتالي فإنك مباشرة تتحول من الجراحة بالمنظار إلى الجراحة الكلاسيكية. نعم دكتور، ما هي التغذية المناسبة الذين عملوا جراحة سواء كان لا فرق تقريبا في التغذية. التغذية تتعلق أساسا بطبيعة المرض الأصلي الذي أجريت من أجل العملية الجراحية. رمضان بالنسبة للتغذية مهمة جدا، ينبغي أن نخفف من المواد الصلبة الكبيرة، ومن عاداتنا يجب أن نبدأ بالسوائل ونكثر من السوائل. يجب أن نؤخر الوجبة الرئيسية حتى بعد التراويح، لأن الجسم ضال ناشفان، ينبغي أنه يجبر الكافي من السوائل في البداية، ثم بعد ذلك نبدأ بالأكلات الطبيعية اللي معروفة عندنا. لكن يجب تخفيف فيما يسمى بمواد دسمة، المواد ثقيلة الهضم، وكذلك الإكثار من الأكل. فالصيام الهدف منه هو تخفيف الأكل، إعطاء راحة للمعدة حتى تستريح في فترة معينة. هناك بعض الدراسات تقول بأن الصيام له دور مهم في الصحة من ناحية علاج بعض الأمراض لا سيما الأمراض الخبيثة. يقولوا أن الخلايا أثناء الصيام تقوم بالتهام الخلايا السرطانية، وبالتالي هناك دراسات حول هذا الموضوع، لكنها لم تخرج بشكل واضح بشكل أكيد يمكن أن نجزم عليه. لكن فيما يبدو أن الصيام له دور مهم في هذه الأمراض. شكرا دكتور على هذه الشروح الوافية. الآن نترك مع معلومة طبية. السادة المشاهدين، معلومة طبية نقدم لهم ألا عنهما الصوم جنة فرضه الله تبارك وتعالى وهو أدرى بعباده. حد قاد يصوم ما فيه مرض، هذا من فضل الله عليه أن يقوم بالصوم كما أمره الله تعالى، وهو من ناحية صحية سوف صحي بدون أي مشكلة، لا يؤثر على الإنسان نهائيا. الناس اللي تقول قطع ظني مخلوق ما تريد نصوم، هذا ما هو حق. الناس يقول أنا فيه كذا، الأمراض اللي مولاها ما يصوم معروفه يعرفه الأطباء، والأمراض اللي مولاها يصوم بسيطة يلطي صوم. الصوم معلوم في جبهة
ننصحهم عن الصوم عنه في البدن بشكل مبدئي إلا في حالات المرض وهي حالات استثنائية. إذن القاعدة أنه صحي ويجب أن نقوم به على وجه أكمل، وأن نأخذ الفرصة بشكل لا تفوتنا فرصة رمضان، صوم إن شاء الله إيمانا واحتسابا، وإن شاء الله يكون مع صحة البدن حتى الأمراض تذهب إن شاء الله معه. الشيء الآخر النصيحة اللي نقدمها هو أن عند الإفطار ينبغي التخفيف من الأكل. رمضان ما هو شهر كيل، شهر صوم، الناس تقلبوا شهر كيل، جيت الفطور تشوفه هو يعدل في رمضان ما كان يعدل ذو في فترة الأشهر الأخرى اللي مع رمضان. لذلك ينبغي أن لا نكثر من الأكل، وأن نقوم بالصيام بشكل طبيعي، ونتأكد أنه جيد من الناحية الصحية، وهذا شيء هو اللي يمكن نقدمه لهذه المشاهدين وهذه المعلومة. شكرا دكتور محمد سالم الباب على هذه الشروح الوافية، وإلى ضمن لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.